فتاة أرضعت مع أخي فهل يجوز لي الزواج بها؟ الأخ الذي يرضع هو الذي يحرم عليه أن يتزوج من بنات المرضع، أما أخوه فيجوز له أن يتزوج. ليه؟ لأنه لم يجتمع مع هؤلاء البنات على ثدي واحد. فالقاعدة أن كل من اجتمع على ثدي واحد، واحد أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة، لا يجوز أن يتزوج أن يتزوج بهن. فجميع البنات تحرم على الرضيع، أما إخوة الرضيع يتزوجون من من أخوات أخيهم، أخوات أخيهم، لأنهم لم يجتمعوا على ثدي واحد. هذه هي القاعدة. يعني إذا فهمت هذه القاعدة فهمت كل باب الرضاعة.